بعد عطلة بينية امتدت لأسبوع استؤنفت اليوم الدراسة، وأمام ظرف وبائي استثنائي، وزارة التربية الوطنية تقوي من الإجراءات الاحترازية والتعاطي مع تطور الحالة الوبائية. سيتم داخل المدارس بشكل محلي. يونس رفيق، صباح اليوم من الدار البيضاء. انتهت العطلة البينية وعاد التلاميذ إلى فصول الدراسة وسط إجراءات احترازية مشددة أملتها ظرفية الجائحة، التي أظهرت أرقام الإصابات المسجلة بأنها تسير في منحى تصاعدي. داخل هذه المؤسسة المتواجدة بالدار البيضاء، الوعي كبير بأهمية الالتزام بالتدابير الحاجزية. اليوم هو أول يوم بعد العطلة البينية، فكان لابد أن يكون هناك تقوية للإجراءات الاحترازية. اتخذت الإدارة مجموعة من الإجراءات المتمثلة في ملصقات وحملات تحسيسية. إدارة للأساتذة كيحاولوا بالجهد ديالهم باش يوعيوا التلاميذ بضرورة الالتزام بالتباعد، لو ماسك، التعقيم. مسافة الأمان والتباعد الجسدي من بين أهم الإجراءات الواقية من انتقال العدوى، إضافة إلى ارتداء الكمامة والتعقيم. التلاميذ أصبحوا متعايشين مع هذا الواقع الذي يوفر لهم الحماية. دخلنا اليوم المدرسة والحمد لله لقينا بلي مدرستنا متكلفة بالتدابير الاحترازية واخذها بجدية. كنت خايفة أنه يتمدد العطلة ولا شي حاجة، والحمد لله ما تمددش، وخصوصا بعد في مدرستنا لقينا بزاف ديال الاحتياطات. يعني المؤسسة دايرة المجهود ديالها، حاطة لنا احتياطات في الدبار، ملي كتبغي تدخل على الباب ضروري خصك مع الدخول تباعد، وحتى تلاميذ المؤسسة واعين. الالتزام بالتدابير الحاجزية عامل أساسي في استمرار الدراسة الحضورية، ويبدو أن التلاميذ أصبحوا على وعي تام بأهمية كسب الرهان.